نعرفهم جيدا، نعرفهم جيدا، وسوف نصل لكم بكل تأكيد، كما سوف نصل إلى قتلة الشهيد نبراس ضابط المخابرات الذي اغتالوه بدم بارد. نعرفكم جيدا وسنكشفكم. ثلاث مرات كررها الكاظمي بثقة وحزم في إشارة إلى المتورطين بمحاولة اغتياله، ولكن مر على هذا الخطاب أكثر من 20 يوما ولم يكشف الجنات بعد، ما زاد من حدة الترقب والقلق في آن واحد. الجديد في هذا الملف الحساس والخطير هو موقف الصدر، فزعيم التيار دخل على الخط وبقوة. صار لزاماً الكشف عن التحقيقات الخاصة باستهداف الكاظمي والقبض على منفذي العمل الإرهابي المشين، وإلا سنضطر لكشفهم مستقبلاً. وبحسب مراقبين فإن أبرز ما جاء في تغريدة الصدر هو ما يلي: اكشفوا عن المكشوف، في إشارة قد يفسرها البعض معرفة الجهات التي تقف خلف محاولة الاغتيال الفاشلة. خلال الساعات الماضية كشفت مصادر رفيعة المستوى عن تفاصيل جديدة في سير التحقيقات، فاللجنة المشكلة من قبل الكاظمي استدعت مسؤولين رفيعي المستوى. الأول هو مدير مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية اللواء صباح حسن الشبلي، والثاني مدير الأدلة الجنائية اللواء إياد العيساوي، ووجهت باحتجازهما على ذمة التحقيق. وتشير التسريبات إلى أن قرار الاحتجاز يأتي لوجود اتهامات لكلا الشخصيتين بالتعمد في إخفاء المبرزات الجرمية من خلال تفجير إحدى المقذوفات غير المنفلقة على سطح منزل الكاظمي. وعلى خط موازي لهذه التطورات، ففي الوقت الذي يشدد فيه مراقبون على ضرورة الإسراع بإزاحة الستار عن المتورطين باستهداف أعلى منصب في الدولة العراقية، تقدم حكومة الكاظمي نفسها ومنذ اليوم الأول على أنها عامل تهدئة الاصطدام لإيصال العراق لبر الأمان، غير أن محاولة الاغتيال تختلف عن سائر الملفات كونها تمس قلب الدولة، ما يتطلب مكاشفة الرأي العام دون أي محاباة.